الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيكم، وأن يدر عليكم أرزاقه، وأن يكون معكم وليا هاديا نصيرا. وبعد، في لقاء سابق تدارسنا أوائل حديث صلح الحديبية، وذكرنا شيئا من المفاوضات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوفود التي وفدت إليه من مكة. ولعلنا نكمل قراءة هذا الحديث وأن نتبين ما فيه من الفوائد. قالوا: فقام رجل منهم، يعني لما رجع الرجل الكناني إلى مكة وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا ينبغي أن يردوا، فهم يلبون وقد ساقوا الهدي الذي قلد علامة الهدي ومثل هؤلاء لا يرد، حينئذ قام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته، أي سيذهب مفاوضا عن أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ائته، أي اذهب إليه. فلما أشرف الرجل مكرز بن حفص على النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. هذه الكلمة فيها ذكر عيب لهذا الرجل، وما ذاك إلا من أجل أن يتحرز المسلمون من شره. في هذا دلالة على أن ذكر الكلمة السيئة عن الشخص من أجل أن يحذر مما فيه ولئلا ينخدع به لا يعد من الغيبة المحرمة. قال: فجعل مكرز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مفاوضة الرجل غير المأمون من أجل أن يوصل إلى الصلح الذي تتحقق به المصالح. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم مكرزاً إذ جاء سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو من قادة قريش ومن وجهائها، وقال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. وفي هذا التفاؤل بالأسماء، وإن كان هذا الإسناد فيه إرسال فإن عكرمة تابعي ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه هذه الكلمة. قال معمر: قال الزهري في حديثه، يعني بإسناده السابق الذي روى فيه الزهري عن عروة عن المسور ومروان وهما من الصحابة، قال: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب، يعني الآن نريد أن نعقد صلحا. في هذا جواز الصلح مع غير المسلمين مما يحقق المصلحة. وقد اختلف الفقهاء في مدة الصلح، فقال الحنابلة والشافعية: لا يجوز أن يصالحوا على أكثر من 10 سنين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لئلا يبطل الجهاد. وقال طائفة من الفقهاء: يجوز إلى 30 سنة. وقال آخرون: بل يجوز مطلقا وما دام أنه يحقق المصلحة. ولعل هذا القول أرجح، وذلك لعدم وجود الدليل المانع من المصالحة بين المسلمين وغيرهم. قال:
فقال سهيل بن عمرو: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. وفي هذا توثيق العقود والصلح بالكتابة، وأن الكتابة معتبرة في التوثيقات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة لم تكن قريش تعرفها، وإنما كانوا يكتبون باسمك اللهم، ولذا اعترض سهيل على هذه الكلمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها وكتابة ما تعارفته قريش. وفي هذا جواز أن يكتب بما تعارف الناس عليه، وإذا لم يكن فيه مخالفة للشرع. فالمسلمون كأنهم أنكروا وقالوا: لا يكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى، يعني ما صالح عليه محمد رسول الله. فنفر سهيل بن عمرو من كلمة محمد رسول الله، لأنها فيها إقراراً بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. وفي هذا جواز التنازل عما يعلم الإنسان صحته وصدقه ويتيقنه، إذا لم يستبدله بأمر مخالف للحق. قال الزهري: وذلك لقوله، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال قبل ذلك: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بنود الصلح: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، لأنهم كانوا محرمين وقد قدموا للعمرة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضوطة، يعني جبرا وقسرا بدون إرادتنا، ولكن نكتب لكم أن تعتمروا من السنة القادمة. فكتبوا ذلك. فقال: وكان من بنود الصلح أن يتركوا الحرب 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل في صلح النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في صلح قريش دخل. فدخلت خزاعة في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في صلح قريش. وكان من بنود الصلح ما اقترحه سهيل، فقال: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وانظروا، نصوا على كلمة رجل، ومعنى أن المرأة لا تدخل في هذا الكلام. وفي هذا وجوب مراعاة ألفاظ العقود والصلح، والتحقق مما يدخل فيها مما لا يدخل. قال: وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أو أراد منه أن يتنازل عن ذلك، فرفض وأبى إلا أن يكتب ذلك، فكتب. وكان المسلمون قد كرهوه. وفي هذا أن ما يعقده الإمام من العقود يلزم رعيته ولو كانوا كارهين له، ما دام أنه أراد به ما يحقق المصلحة. قال: وامتعض المسلمون منها، أي اغتاظوا من هذه اللفظة. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين
وقد جاء مسلما. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يكتبون كتاب الصلح إذ دخل ولد سهيل بن عمرو المفاوض عن أهل مكة واسمه أبو جندل، وكان مقيداً في الحديد وفي رجليه السلاسل يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين وقال الحمد لله الذي نجاني الله من المشركين. فقال والده سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، أن ترده إلي بناء على الصلح الذي بيننا وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينتهي كتاب الصلح بعد. فقال: إذن لا أصالحك على شيء بعدها أبداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له واسمح له وأجزه من أجلي. فقال سهيل بن عمرو: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. فقال: ما أنا بفاعل. وكان مكرز بن حفص حاضراً فقال: بل قد أجزناه لك. ولكن هذه الكلمة لم تلزم سهيل بن عمرو، وفيه أن من تدخل من خارج أفراد الصلح فإن كلامه وتعهده لا يلزم. قال: فقال أبو جندل مستغيثاً بالمسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً، ألا ترون ما قد لقيت؟ كان يخشى على نفسه من العذاب أن يجعله يرتد عن دين الله، وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله. وحينئذ بكى المسلمون وتأثروا تأثراً عظيماً لواحد من إخوانهم يرد ليعذب في دينه، لا يستطيعون أن يتصرفوا بشيء. وفي هذا احترام العقود وعهود الصلح، ولو كان في ذلك شيء من النقيصة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. انتهوا من بنود الصلح وكتبوا. حينئذ المسلمون اعتقدوا أن هذا الصلح صلح هزيمة، يردون لا يكملون عمرتهم، ومن جاءهم من المسلمين يرد، ومن جاء من المشركين مرتداً لا يرد إلى المسلمين. ورأوا أن في ذلك استنقاصاً للمسلمين. قال بعض الصحابة، قال البراء: والله لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لرددته. وقال قائلهم: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. جاء عمر بن الخطاب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نعطي هذه التنازلات وهذا الصلح الذي نعتقده قد بخس المسلمين في حقوقهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وحينئذ هذا أمر من الله عز وجل وجب عليك الانقياد له. فقال عمر: أوليس قد حدثتنا سابقاً أننا سنأتي إلى مكة وأننا سنطوف بالكعبة وأننا سنعتمر؟ أين وعدك السابق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قلت لك أنه في هذه السنة وفي هذا العام؟ قال: قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به.
وتحقق هذا بعد سنة، فجاءه وطاف به، وبعد 6 سنوات من هذه الواقعة أصبح عمر هو الخليفة وهو المتصرف وهو ولي الأمر في هذه البلاد. 6 سنوات في عمر التاريخ لا تعد شيئا. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق الذي يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في كل ما جاء به، فقال: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: نعم. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ في هذا تمهيد الكلام بذكر المعاني التي يبنى عليها. فقال أبو بكر: أيها الرجل، يقول لعمر: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، والله ناصره، فاستمسك بغرزه. والغرز ما يكون في طرفه وما يصعد به على البهيمة، فوالله إنه على الحق. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونتطوف به؟ قال: بلى. لكن هل أخبرك أن هذا في هذه السنة؟ فقال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فانظروا لتوافق جواب النبي صلى الله عليه وسلم مع جواب عمر. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني أنني تصدقت بصدقات وأديت أعمالا صالحة لكوني تجرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة، وذلك لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفيه أن من أحصر عن البيت وقد جاء محرما بالعمرة فإنه يتحلل بعد ذبح الهدي، وهذا لمن لم يكن قد اشترط. فمن اشترط أن له حق التحلل عند لبسه الإحرام جاز له أن يتحلل بدون أن يجب عليه ذبح الهدي متى أحصر عن البيت. أما من لم يشترط فإنه إذا أحصر عن البيت وجب عليه أن يذبح الهدي ثم يحلق. وفي هذا دلالة على جواز الذبح قبل الحلق كما قال الجمهور خلافاً للحنفية، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقال الحنفية: لا يجوز الحلق إلا بعد ذبح الهدي. والجمهور يقولون في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني يصل الهدي إلى مكان الذبح وزمانه، ولم يشترط ذات الذبح. قال: فوالله ما قام منهم رجل، كل الصحابة في نفوسهم إكمال العمرة وإتمامها، وبالتالي يظنون أن هذا هو الأقرب إلى الله. وفي هذا دلالة على أن دين الله لا يؤخذ بالعواطف وإنما يؤخذ بالنصوص، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، أمرهم بالنحر والحلق والتحلل، فلما لم يقم منهم أحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس من كونه يأمرهم ولا يمتثلون، فأشارت عليه أم سلمة برأي، وفيها قبول إشارة المرأة وجواز الأخذ برأيها. فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ هل تحب أن يطيعك الناس في هذا؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم
حتى تنحر بدنك، يعني تنحر هديك أمام الناس وتدعو حالقك فيحلقك. وفي هذا أن الناس يتأثرون بالفعل أكثر مما يتأثرون من القول. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. وفي هذا تفضيل الحلق على التقصير، فنحر قبل أن يحلق، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا. وفي هذا مشروعية الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجعل بعضهم يحلق بعضا. وفي هذا دلالة على جواز أن يحلق المحرم لغيره، وأنه لا حرج عليه في ذلك، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، يعني لكونهم يسرعون في حلق رؤوسهم حتى قد يخرج الدم من رؤوس بعضهم. ولم يأته أحد من الرجال إلا رد، يعني إذا جاء الرجل إلى المدينة رده بناء على الصلح، ولكن إذا جاءت امرأة قبلها ولم يردها. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وفي هذا الالتزام بالصلح وبنوده، وبذلك نفهم قوله جل وعلا في آخر سورة الأنفال في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهي عاتق يعني شابة بلغت سن الزواج. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، فقالوا الصلح. قال: الصلح فيه إذا جاء رجل وهذه امرأة. فأنزل الله فيهن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني إذا كانت بعض نسائكم وزوجاتكم كافرات ففارقوهن، فلا يحل لمسلم أن يبقي كافرة عنده. فحينئذ طلق عمر يومئذ امرأتين. وفي هذا تأييد حكم الفسخ بالطلاق، وكانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم بعد، والأخرى تزوجها صفوان بن أمية رضوان الله عليه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كان في المدينة جاءه رجل من أهل مكة يقال له أبو بصير رضي الله عنه، وكان قد أسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخبرهم بإسلامه، علمت قريش بأنه قد ذهب إلى المدينة، فأرسلوا رجلين من أجل استرجاعه. فأرسل أهل مكة في طلبه رجلين، فقالوا: العهد، يعني صلح الحديبية الذي جعلت لنا. فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرج به حتى وصلوا إلى مكان الميقات ذو الحليفة، وكان قريبا من المدينة، بينها وبين المدينة أكيال يسيرة.
فنزلوا يأكلون من تمر معهم. فحينئذ قال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فقام الآخر وأخذ السيف وقال: نعم والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني سيفك. وفي هذا أن من لم يكن له أمان ولا عهد فلا حرج على مسلم في قتله من الكفار. فقال: أرني أنظر إليه. فأخذ السيف وسلمه له. حينئذ قام بضرب المشرك ضربة مات منها حتى برد. رأى المشرك الآخر أبا بصير قد قتل صاحبه، فظن أن أبا بصير سيقتله كما قتل صاحبه، فحينئذ هرب مسرعا، وكان أبو بصير يتبعه بالسيف شاهرا السيف، حتى أتى الرجل المشرك للمدينة، فدخل المسجد يعدو هربا من أبي بصير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأى هذا ذعرا، أي شاهد أمرا يخيفه. وفي هذا الاستدلال على الحوادث بقرائنها. فلما انتهى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل المشرك: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فدخل المسجد، فقال أبو بصير: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، سلمتني إليهم بناء على العهد، وقد رددتني إليهم، وقد أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، أي مشعل للحرب، سيكون سبباً من أسباب الحرب. لو كان له أحد، يعني لو كان عنده من يناصره، لكان مثل هذا الرجل على ما آتاه الله من قوة ومن رأي ومن شجاعة، سيكون سبب حرب على قريش. فلما سمع أبو بصير هذه المقالة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم، حينئذ هرب من المسجد وخرج حتى أتى الساحل، ساحل البحر. حينئذ سمع بعض المسلمين في مكة بأبي بصير، فأصبحوا يخرجون من مكة ويذهبون إلى أبي بصير، منهم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو صاحبنا السابق، فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم جماعة أصبح لهم قوة ومنعة، فكانوا لا يسمعون بقافلة تجارية لقريش سواء كانت ذاهبة إلى الشام أو عائدة منها إلا اعترضوا طريقها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فتضررت قريش من ذلك، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب إلغاء هذا البند من الصلح. فأرسلت قريش تناشده الله والرحم لما أرسل إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم أن يأتوه، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله جل وعلا يمتن عليهم: وهو الذي كف أيديهم عنكم، كانوا يضربونكم ويؤذونكم في مكة، وكف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقيل بأن المقصود بهذا أن الله بصلح الحديبية كف القتال بين المسلمين والمشركين، وكانت حمية أهل الجاهلية أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله، وحالوا
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت. قالت عائشة، قال عروة أخبرتني عائشة وهي خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فكان يبايع النساء بهذه البيعة. قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قبل منها وبايعها، وإنما كان يبايعها بالكلام بدون مصافحة. فاستدل بهذا على المنع من مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات. قالت: كلاما يكلمها به، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة يملكها، يعني زوجة أو مملوكة، وما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. وفي هذا بيعة النساء، في هذا بيعة النساء. وقالت: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله. ماذا فعلوا في الصلح؟ بكر قبيلة همت بقتال قبيلة خزاعة لثارات في الجاهلية، فعلمت قريش بذلك، وجاء رجال من قريش فساندوا قبيلة بكر، وأمدت قريش بكرا بالسلاح، فجاءوا إلى قبيلة خزاعة على ماء من أوديتهم وهم يصلون، فقتلوهم قتلا ذريعا. وحينئذ جاء وافدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وكان هذا نقضا للصلح. الصلح وقع في السنة الثامنة، ونقضه وقع في السنة الثامنة بعد سنتين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل. انظروا في صلح الحديبية كم كان معه؟ كان معه 1,400. ففي وقت الصلح تفرغ المسلمون للدعوة، فدعوا إلى الله جل وعلا، فأقبلت القبائل تستجيب لهذه الدعوة وأسلموا وجاءوا إلى المدينة، فكثر أهل المدينة وكثر عدد المسلمين، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحقق الله فتح مكة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.